جيرو يكشف كواليس من يوم لما طلب إيد شهد. شاهدوا المزيد من التفاصيل. قام شيرو بالتفاعل بمجموعة من الستوريات على الإنستغرام. كشف شيرو من خلال هذه الستوريات إنه راح ينزل شو صار باليوم اللي طلب شهد من أهلها وكمان من قراية الفاتحة. أترككم على الستوريات ورأيكم بخصوص هذا الخبر. أنا كنت قاطع وعد إنه ما صور ستوريز لحتى أخلص البيت، مشان هيك كنت قاطع. يعني خلصنا هلا يا سارة. سارة 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 تعالي سكر الباب. بيبيز I love you come to me baby. طب عدي ما عديتي. طب تعالي ما عديتي سارة. بس المشكلة انه بكرة مسافرين، بس بكل الاحوال ان شاء الله يكون البيت. برجع لكم كمان شوي.